اللهم شفاء لمن لازمهم المرض فأنت الشافي. الآن في الميقات في جامع المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة المقيمون فيها، لبيك اللهم عمرة عن محمود حسن علي عودة أبو حسن شافاه الله وعافاه. اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك أن تشفيه وتلطف بجسده وتكتب له الشفاء العاجل يا أكرم الأكرمين. اللهم لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. رب إنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس رب الناس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إلهي بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن في داخل جامع المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها، لبيك اللهم عمرة عن محمود حسن علي عودة أبو حسن شفاه الله وعافاه. اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك أن تشفيه وتلطف بجسده وتكتب له الشفاء العاجل يا أكرم الأكرمين. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. رب إنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافه وعافه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتوله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن في بداية الطواف استكمال باب جنازة العملة عن محمود حسن علي عودة أبو حسن شفاه الله وعافاه. اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك أن تشفيه وتلطف بجسده وتكتب له الشفاء العاجل يا أكرم الأكرمين. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. رب إنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس رب الناس فاشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إلهي بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم خذ بيدك، اللهم احمسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يغار، واحفظه بعزك الذي لا يغار، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم البسه فوق صحته والعافية عاجلا غير عاجل، وشافيه وعافيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتوله برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.